بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المرحلة الثالثة في قسم الجغرافيا كلية التربية جامعة ميسان، أهلا ومرحبا بكم في محاضرتنا لهذا اليوم في موضوع جغرافيا التربة. وسوف نتحدث الآن عن مشكلة ملوحة التربة. تعتبر وتعد مشكلة ملوحة التربة واحدة من المشاكل المهمة التي تؤثر تأثيرا كبيرا على الإنتاج الزراعي في مختلف الدول، والكثير من الأراضي هجرت بسبب تملح تربها، واتجه الفلاحون إلى مناطق تتميز بملوحة أقل. التربة المتملحة في الواقع تعتبر يعني مثالا للتربة الرديئة في الكثير من خصائصها الفيزيائية والكيميائية والمورفولوجية والبيولوجية، بالشكل الذي تجعلها غير ملائمة أو أقل ملائمة لإنتاج الكثير من المحاصيل. حدث هناك في الواقع تطور كبير في التعامل مع مشكلة ملوحة التربة والتعامل مع هذه المشكلة والتفاعل معها بشكل كبير، وذلك لأنها تخص جانب مهم وأساسي من جوانب حياة الإنسان، ألا وهو توفير الغذاء لملايين من السكان، في الوقت الذي نلاحظ فيه بأن أعداد السكان في تزايد مستمر سنة بعد أخرى، وتشير الإحصائيات والتوقعات بأن سكان العالم سوف يبلغون حوالي 7.5 مليار نسمة في 20 سنة الأولى من القرن 21 الحالي. ولهذا نجد بأن هناك اهتماما كبيرا بهذا الجانب، وهناك ضغط كبير على الأراضي الزراعية واستثمارها في سبيل توفير لقمة العيش للأعداد الكبيرة من السكان الذين يتزايدون سنة بعد أخرى. تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في العالم حوالي 1.5 مليار هكتار موزعة على دول العالم. التربة المالحة منها تشكل حوالي 23% من هذه المساحة، بمساحة قدرها حوالي 340 مليون هكتار. التربة القلوية تشكل حوالي 37% من مساحة الأراضي الزراعية في العالم، بواقع مساحي قدره حوالي 560 مليون هكتار. وعلى العموم يمكن القول بأن الأراضي المالحة والقلوية تشكل حوالي 10% من مجموع مساحة الكرة الأرضية، موزعة على حوالي 100 دولة في مختلف أقطار أو في مختلف قارات العالم. تشير الإحصائيات الصادرة من منظمة الغذاء والزراعة الدولية الفاو، وكذلك منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، بأن مجموع الأراضي المتأثرة بالأملاح بمختلف درجاتها ومختلف مستوياتها تبلغ حوالي تقريبا 323 مليون هكتار تقريبا بهذا المستوى، وتبلغ ضراوتها في المناطق التي تتميز بالمناخ الجاف وشبه الجاف. مناطق هذه المناطق التي تتميز بهذه هذا النوع من المناخ حوالي 40% من مساحتها ومن أراضيها متأثرة بالتملح. طبعا ملوحة التربة تنتشر في كل قارات العالم، ليس هناك قارة ليس تخلو من قضية تملح التربة، ولكنها طبعا تتفاوت من قارة إلى أخرى. أقصاها تبلغ في قارة أستراليا، يعني مساحة الأراضي المتأثرة بالملوحة حوالي تقريبا 85 مليون هكتار. أدناها في أمريكا الشمالية بحدود 16 مليون هكتار. يعني التملح يكثر في قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، بينما يقل في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية. طبعا هذه تبع إلى عوامل كثيرة لا مجال ذكرها الآن. قضية تملح التراب هي في الواقع تعود بالدرجة الأساس إلى تراكم الأملاح في آفاق التربة في طبقات التربة، وهذه الأملاح أما تكون على شكل كلوريدات كما هو الحال بالنسبة إلى كلوريد الكالسيوم، كلوريد المغنيسيوم، كلوريد الصوديوم، وقد تكون على شكل كبريتات مثل كبريتات الكالسيوم، كبريتات المغنيسيوم، كبريتات الصوديوم، أو تكون على شكل بيكربونات مثل بيكربونات الصوديوم. يعني تكون بأشكال على هيئة أملاح مختلفة، بعضها يكون سريع الذوبان في الماء، بعضها يكون متوسط الذوبان في الماء. التملح تملح الترب في الحقيقة يعني
يمر بمرحلتين، المرحلة الأولى هو يكون على صورتين أو شكلين. الشكل الأول هو التملح الأولي، والتملح الأولي يقصد به وجود الأملاح في التربة في نفس الصخور أو المواد التي اشتقت منها التربة، يعني من نفس الصخور المادة الأم للتربة. يعني بمعنى آخر بأن الأملاح هي جزء من 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 تكوين التربة. وطبعا هاي معالجة ستكون صعبة إن لم تكن مستحيلة، لأنه عملية معالجة التراب اللي هي أصلا متملحة يعني يعني معناها أنه لابد أن نوقف تكوين التربة، وهذا الأمر لا يمكن حدوثه. أما الصنف الآخر أو النوع الثاني هو التملح الثانوي، والتملح الثانوي طبعا يحدث بسبب عوامل طبيعية وأخرى بشرية. والتملح الثانوي أيضا بدوره هي مر بعدة مراحل. المرحلة الأولى تبدأ من ظهور البقع الملحية على جوانب القنوات، قنوات الري، بفعل تسرب المياه من 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 القنوات باتجاه المناطق المجاورة، ثم الصعود بعد ذلك إلى الأعلى بالخاصية الشعرية. وعندما تبخر المياه خصوصا في المناطق الحارة تتبخر المياه، تبقى الأملاح على سطح التربة. هذا حجم التملح في هذه الحالة يعتمد على مقدار تسرب المياه من القنوات الروائية من جانب، وعلى نشاط الخاصية الشعرية من جانب آخر. أما المرحلة الأخرى الثانية فهي ظهور بقع متملحة في الحقل الزراعي في فصول معينة، ثم تتبعها بعد ذلك ظهور البقع المتملحة في مختلف الفصول، ثم بعد ذلك تتبعها عملية التملح التي تشمل أو تشمل الحقل بأكمله. ترد هناك في الواقع محاولات لتصنيف التراب المتملحة. التصانيف المعروفة عندنا هو التصنيف الأمريكي الموضوع من قبل دائرة الزراعة الأمريكية، الذي يصنف التراب المتملحة استنادا إلى التوصيلية الكهربائية المستخلص عجينة الإشباع، عجينة الإشباع محلول التربة عند درجة حوالي 25 درجة مئوية. ويصنف التراب في هذه الحالة إلى أربعة أصناف. إذا كانت تراب قليلة الملوحة تتراوح به درجة الملوحة من 0 إلى 4 ديسيمنز على المتر، وتراب متوسطة الملوحة إذا تراوحت الملوحة بين 4 إلى 8 ديسيمنز على المتر، وعالية الملوحة إذا كانت الملوحة تتراوح ما بين 8 إلى 15 ديسيمنز على المتر على السنتيمتر ديسيمنز على المتر العفو. والتراب المتملح بشكل كبير يعني عالية التملح جدا اللي تتجاوز فيها الملوحة 15 ديسيمنز على المتر. وهناك مؤشر آخر أيضا على التملح يعني لا يعتمد فقط على درجة الملوحة أو التوصيلية الكهربائية، وإنما يعتمد على ثلاثة عوامل أو عناصر اللي هي الملوحة أو التوصيلية الكهربائية ودرجة التفاعل pH، وكذلك على نسبة الصوديوم المتبادل. نسبة الصوديوم المتبادل هنا طبعا تصنف التراب حسب هذه المعايير الثلاثة وهذه المؤشرات الثلاثة. إما أن تكون التراب في هذه الحالة غير ملحية، وأما تكون ملحية غير قلوية أو صدوية، أو قد تكون ملحية صدوية، أو قد تكون ملحية قلوية غير ملحية. هذه الأصناف الموجودة. أما عندنا التصنيف الآخر هو التصنيف الروسي، اللي هو صنف التراب المتأثرة بالملوحة إلى صنفين. الصنف الأول هو اللي يسمونه السولونجاك، وهذا طبعا يعتمد على درجة تركيز الأملاح الذائبة في محلول التربة، مجموع الأملاح الذائبة في محلول التربة. وهي طبعا الأملاح ما تكون سريعة الذوبان كما هو الحال في كلوريد الصوديوم مثلا، كلوريد البوتاسيوم، كلوريد المغنيسيوم، كلوريد الكالسيوم، وقد تكون يعني أملاح تكون ذات درجة ذوبان متوسطة. بهذه الحالة أيضا نفس الحالة تصنف التراب إلى تراب تكون ملوحتها قليلة إذا كانت أقل من 4، متوسطة إلى 4 إلى 8، عالية بين 8 إلى 15، وعالية جدا إلى كانت ملوحتها أكثر من 15 ديسيمنز على المتر. أما الصنف الثاني حسب التصنيف الروسي فهي المسمات باسم السولونتس، وهي التي تعتمد نسبة الصوديوم المتبادل كأساس للتصنيف. إذا ما زاد عن 15% فتصبح التراب في هذه الحالة تراب صدوية أو تراب قلوية. طبعا هذه التراب تكسب يعني لها مضار كبيرة على النبات وعلى التربة. على التربة تؤدي إلى زيادة الضغط الأزموزي للتربة، يعني النبات لا يستطيع أن يمتص الرطوبة على الرغم من وجود الماء في التربة. وكذلك أيضا تؤدي إلى تهشيم وتحطيم تفتيت دقائق التربة والعمل على تحطيم بنائها، يعني تصبح التربة في هذه الحالة ذات بناء رديء. أما
تأثيراتها على النبات، فتتمثل بأنها تكون يعني توصل إلى درجات بحيث تؤدي إلى سمية النبات، يعني يصاب النبات بالتسمم، وخصوصا بالنسبة إلى المحاصيل التي تكون ذات حساسية عالية للملوحة كما هو الحال في محاصيل الفواكه. في المحاضرة القادمة إن شاء الله راح نتناول الأسباب الرئيسية التي تسبب ملوحة التربة، سواء كان منها الأسباب الطبيعية أم الأسباب البشرية. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.